A conveyor belt moves to the right with a speed of 5 meter per second. يعني سعادتك مثلا في مطار او في مركز تجاري، وده بيتحرك الكونفير بيلت ده او الكونفير ستيرز، بيتحرك بسرعة 5 متر بير سكند. بيقول امان ووكس، في شخص واقف هنا وعمال يتمشى على السير. relative to the ground، سرعته بالنسبة للجراوند يعني الشخص ده بالنسبة للأرض الواحد واقف 12 متر بير سكند. we'll find the speed of the man with respect to the conveyor belt. هو بيمشي هنا بقى بسرعة كام؟ ال في المان بالنسبة للكونفير بيلت. طيب احنا عارفين ان سرعة المان بالنسبة للجراوند اللي هو مديهالنا هتساوي في مان بالنسبة للكونفير بيلت زائد الفي. نعمل كده على طول، كونفير بيلت بالنسبة للجراوند. لاحظوا كده ان هنا هي دي ودول بيلغوا بعض. طيب ده ب 12، هو عايز المان بالنسبة للكونفير يبقى مجهول، والكونفير بيلت بالنسبة للجراوند قال لي 5. 12 ناقص 5 افتكر ان هي 7 متر بير سكند، واللي مش متأكد يحسبها بالآلة.